كيف أتعامل مع من أراه مفطرا مجاهرا بفطره في نهار رمضان في الأماكن العامة وخاصة في العمل أو الجيران؟ في عموم الناس قد يتأول ويقول لك أنا مسافر، أنا مريض. ولذلك فالنصيحة بالرفق إنه حتى لو كان مسافرا أو مريضا فإنه يعني لا يجاهر بالإفطار حتى لو كان معذورا. أما الجيران اللي هم عارفينهم وهكذا، أو العمل يعني كأنهم نعرف بعضنا، فبالتي هي أحسن، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن النصيحة ثقيلة على الناس، ونحن في عصر فتن ولسنا في عصر خير. والناس وإن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، إلا أنها لا تلتفت إلى هذا كثيرا. وعلى ذلك فعلينا بالرفق. يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولكن على الناصح قبل نصيحته أن يدعو الله له بالهداية. يعني وانت بتنصحه ليس على سبيل التشفي أو الانتقاد أو العقوبة، إنما رجاء أن يهدي الله بك شخصا يكون لك خيرا من حمر النعم أو مما طلعت عليه الشمس. احسن النية تجد أثرها في هذه النصيحة.